بالكوا ده تقرير خطير جدا جدا جدا. هارتس صحيفة عبرية بتاعة الكيان الصهيوني عاملة نشرت تقرير مهم. ايه اللي حصل يوم 7 اكتوبر؟ واتكلمت في التقرير عن التفاصيل اللي حصلت من خلال التحقيقات التي اجرتها الشرطة، جهاز الشرطة الاسرائيلي. تحقيقات انتهت طبقا لهارتس ان مروحيات الجيش قصفت اسرائيليين خلال الحفل الموسيقي في 7 اكتوبر. طب نشوف الخبر اللي بعده عشان نعلق عليه. هارتس بتقول انه حماس لم تكن تعلم موعد مهرجان نوفا ومروحية اسرائيل قتلت 364 مستوطنا يوم 7 اكتوبر. يعني هنا نتنياهو فاكرين لما طلع في اول يوم قال لك الناس وكانوا بيحتفلوا والاطفال والشباب والبنات كانوا في احتفال ودخل عليهم ذبحوهم وقطعوا رؤوسهم اتضح ان كل ده فبركة. مين اللي كشف ده؟ تحقيقات الشرطة بتاعت نتنياهو اللي قالت انه اصلا حركة حماس لما دخلوا ما كانوش يعرفوا انه في حفلة اساسا، وان هم دخلوا من مكان بعيد عن مكان بتاع الحفلة، مكان اللي اتقتلوا فيه المستوطنين. يعني حماس دخل من اتجاه ولما عملوا تحقيقات لقوا جثث اللي هم 364 واحد اسرائيلي اللي قتلهم الطيران بتاعهم. يعني الطيران بتاع جيش الاحتلال لما طلع عمل القصف، قصف المستوطنين وهم بيهربوا من الحفلة فقتل 364 واحد. مين؟ مش حماس اللي قتل دول، اللي قتلوا دول طبقا للتحقيقات الشرطة الإسرائيلية انتهوا إلى هذا التحقيق، انتهوا إلى هذه المعلومات اللي تم الكشف عليها وفضحوا نتنياهو ورواية نتنياهو كمان فضحوا اللي جروا وراه بما فيهم الأمريكان والغرب. يعني كل يوم بتكتشف معلومات مهمة. وهنا بيقول لك انه طبقا لها ارتس هي اللي نشرت تحقيقات ونشرت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية وقالوا انه حركة حماس ملهاش علاقة بالحفلة وما كانتش اصلا تعرف. وقالوا كمان انه الحفلة دي هم خدوا موافقة خميس وجمعة ولكن كمان ادوهم موافقة انه الحفلة تستمر يوم السبت. يعني كانت يوم 5 و 6 اكتوبر وكمان مدلهم يوم اخر 7 اكتوبر اللي هم اليوم اللي حصل فيه الهجوم، هجوم حركة حماس. فكان اصلا مش مخطط انهم يقعدوا يوم 6 ولكن ادوهم الامن او الشرطة الاسرائيلية سمحت لهم كمان بيوم ثالث. يعني 5 خميس وجمعة 6 اكتوبر ثم كمان قالوا لهم الحفلة تستمر حتى يوم 7 اكتوبر اللي هم يوم السبت 7 اكتوبر. فحماس ما عندهاش كل المعلومات ديت. وحماس قال لك اصلا لا تعلم اصلا مكان المهرجان ده اللي كان في احدى المستوطنات القريبة من قطاع غزة. اذا هنا التقرير بيبرر الرواية اللي اتقالت الاول وتحمل انه حماس ارتكبوا وذبحوا وقال لك ان دول زي داعش بالظبط. اتضح اللي داعش هو جيش الاحتلال اللي هو داعش. يعني جيش الاحتلال هو تنظيم داعش بالظبط اللي هو يبيد الناس، اباد الناس بتوع المستوطنين وبيبيد في الشعب الفلسطيني. فمين بيبقى داعش؟ هو جيش الاحتلال اللي هم حاولوا يتهموا وياخدوا الرواية ديت اللي في الاول لما راحوا المستوطنين ولقوا الجثث بتاعتهم. فاللي قتلهم الهليكوبتر الإسرائيلية هي اللي قتلت المستوطنين وليس حركة حماس طبقا للتحقيقات التي نشرت على نشرتها صحيفة هارتس العبرية الصهيونية.